شكل هذا الخبر صدمة كبيرة للجماهير الرياضية العراقية التي كانت منتظرة منذ أكثر من يعني أسبوعين بلعبة نادي النصر السعودي والشرطة في ملعب مدينة الصدر في ملعب الحبيبية في مدينة الصدر. فبالتالي شكل هذا الخبر صدمة كبيرة، خاصة وأن أغلب الجماهير حتى وإلا لم تكن من نادي الشرطة أو لم تكن مهتمة يعني الشأن الرياضي يعني حجزت تذكرة وتريد أن تحضر هذه اللعبة لرؤية كريستيانو رونالدو، ولكن بكل تأكيد هذا الخبر شكل صدمة كبيرة يا عديب. كان هنالك يعني سعر التذاكر وصلت إلى أكثر من 100,000 دينار، وكان هنالك تدافع وشجار بالأيدي حصل بين الجماهير العراقية من أجل الحصول على تذكرة واحدة والدخول إلى ملعب المدينة، ولكن هذا الخبر شكل صدمة كبيرة. وهنالك من أول ومن تحدث بأن ربما السياسة الدولية لعبت دورا كبيرا بعدم مجيء رونالدو، أو ربما هنالك مصادر أيضا على موقع التواصل الاجتماعي تحدثت بأن أبنه الخاص أبلغ رونالدو بعدم لجوء المجيء إلى العراق حتى لا يعرض نفسه إلى الخطر. طيب إلى كربلاء، إليك علي، يعني المباراة كانت في بدء الأمر مقررة في كربلاء، برأيك البعض يعني الآن الكثير يتساءلون ما الدافع التي أدت إلى نقلها إلى العاصمة بغداد؟ نعم، تحية طيبة لك زميلي والزملاء الكرام ولمشاهدي ون نيوز. طبعا خيبتي أمل كبيرتين لدى الجمهور الكربلائي، هي الأولى بنقل اللعبة من ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب بغداد. هذه الخطوة التي عدوها بحجج من الاتحاد السعودي بأن المطار النجف الأشرف هو بعيد عن مدينة كربلاء بساعتين ونصف، والحقيقة هو يبعد عن كربلاء ساعة واحدة فقط. أما الموضوع الثاني، هنالك من شكك في نوايا الاتحاد السعودي من أجل إشراك هذا اللاعب في مباراة الشرطة، خصوصا أن هذا اللاعب هو يستثمر للدلالة على الملاعب السعودية والتطورات السعودية، خصوصا أن هنالك سابقة فيما قبل حصلت مع مباراة الدحيل في قطر، أيضا اعتذر النادي عن إشراك هذا اللاعب في قطر بحجج الإرهاق والتعب. لذلك اليوم الجماهير تعتبر أنه الموضوع الذي حصل بعدم مجيء هذا النجم العالمي إلى العراق هو من الاتحاد السعودي لتوظيف هذا اللاعب فقط في تسليط الضوء على دور روشن السعودي، وأيضا إبراز معالم الملاعب السعودية وازدهار الرياضي هناك. طيب إلى نينوى وإليك عماد، يعني لديك ما هي التحليلات أو تحليلات الجماهير الكروية لقرار عدم مشاركة الدون البرتغالي رونالدو ضد نادي الشرطة في مباراة الغد؟ نعم طبعا، تحية لك وللزملاء والمشاهدين والنيوز. يعني الحقيقة اليوم يعني الشارع الرياضي في نينوى وحتى في العراق يشعر يعني بخيبة أمل بعد إعلان يعني نادي النصر السعودي عدم حضور أسطورة كرة القدم يعني كريستيانو رونالدو بعد إصابته بوعكة صحية، لكن يعني بعد إعلان والدة رونالدو عن عدم إصابة ابنها بأي مرض، يكشف يعني مختصون بالشأن الرياضي يعني أن عدم حضور نجم نادي النصر بسبب عوامل عدة، وأهمها هو انتشار فيديوهات توضح كيفية شراء بطائق المباراة بطريقة فوضوية التي وصلت هذه الفيديوهات إلى النادي وإلى النجم كريستيانو رونالدو. يعني حقيقة كان هنالك يعني مخاوف من كريستيانو رونالدو لعدم المجيء إلى العراق، فبالتالي يعني نادي النصر حاول استبعاد رونالدو خوفا عليه وأيضا لتخفيف الضغط على النادي بعد رؤية الجماهير العراقية. وبحسب يعني مصدر آخر تؤكد أن رونالدو بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وخوفا من يعني الجماهير التي من الممكن أن تهجم على رونالدو لالتقاط الصورة وغيرها، والتي سببت قلقا كبيرا لكريستيانو، فبالتالي يعني نادي النصر بطريقه يعدها البعض بالتكتيكيه استبعاد رونالدو من هذه المباراه. وايضا حقيقه يعني الجماهير اليوم لديها عتب كبير على الاتحاد العراقي بسبب تصرفات الشركه التي تنظم عمل البطائق لدخول الملعب. نعم.